الشمس والقمر بحسبان، النجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام في فاكهة ونخل ذات الأكمام وحب ذو الأسف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار، خلق الجن من مرج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، بينهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.